السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله مع الجزء الثاني معايا في الجزء بتاع النظر العملي إن شاء الله، وآخر الجزء إن شاء الله نخلص فيه الجزء النظري بتاع العملي اللي كان متبقي، وتكملة طبعا اللي كانت الجزء اللي فات بتاع النظر إن شاء الله كان تكملة على اللي كان شرحته دكتورة مي، تمام؟ وعشان كده يبقى أخدنا العملي خلصناه بإذن الله، تمام؟ ان شاء الله النهارده يا جماعه هنتكلم على حوالي 4 مواضيع ان شاء الله، كلها حاجات بسيطه وسهله، تمام، وحاجات هتفيدكم يعني ان شاء الله. هنتكلم فيها اول حاجه على حاجه اسمها اللومينانس، حاجه اسمها اللومينانس او الوهجات الضوئيه، تمام. طبعا احنا عارفين ان اغلب المواد لما يسقط عليها او يقع عليها الضوء، تمام، غالبا بيحصل كوليجن، تمتص الضوء ده وتطلعه بعد كده في شكل حراره. ده اغلب المواد، يعني اغلب المواد لما بتمتص ضوء بتطلعه في شكل حراره، تمام. ولكن احيانا مش كل المواد، بعض المواد اللي ليها مقدره ان هي تعمل حاجه اسمها اللومينانس، تمام، او الوهجه الضوئيه ديت، بعد ما بتمتص الضوء جزء منه بتطلعه في شكل حراره، تمام، وجزء تاني منه بتطلعه في شكل الكترومغنيتيك راديشن ليها اطوال موجيه اطول من اللي هي استقبلته، تمام. يعني هي بتستقبل ضوء ليه طول موجي معين، بتطلع الضوء اللي اكتسبته ده او امتصته في جزء منه في شكل ده، بعض المواد مش كل المواد، جزء بعض المواد دي بتاخد الضوء اللي هي اخدته بطول موجي معين تطلع جزء منه في شكل حراره، والجزء الثاني بتطلعه في شكل راديشن او معنى ادق فيزابل لايت، تمام، او مش فيزابل، بلاش فيزابل لايت، فيزابل راديشن، تمام، ذات طول موجي او ويف لينس اكبر، تمام، من الضوء اللي هي امتصته، تمام. فساعتها اقول عن الماده دي عندها مقدره ان هي تعمل لومينانس، تمام. وزي ما اتفقنا مش كل المواد عندها المقدره دي. طيب اللومينانس ده يا جماعه بينشق الى حاجتين معروفين جدا او يعني مشهورين، اللي هو الفلوريسنس، تمام، والفوسفوريسنس. الفلوريسنس والفوسفوريسنس، طب ايه الفرق بينهم؟ اول حاجه عندنا الفلوريسنس دوت لما يبقى فيه شعاع من الضوء بيسقط على الماده بتاعتي، تمام، الماده بتاعتي زي ما قلنا بتمتص الضوء ده وتبدا تطلعه في شكل فيزابل راديشن، تبدا تطلعه في شكل فيزابل راديشن ذات طول موجي اكبر من اللي هي امتصته، تمام. في الحالة ديت بقول على المادة بتاعتي إن هي بتعمل فلوريسنس، بتعمل فلوريسنس، والمادة نفسها بسميها فلوريسنت سبستانسز، فلوريسنت سبستانسز، تمام؟ طيب الفيزابل راديشن اللي هي المادة بتاعتي أو الفلوريسنت سبستانس بتاعتي طلعته ده بيبقى غالبًا انستنتينيوس، بيبقى لحظي، تمام؟ ومضة كده، تمام؟ وبتبدأ تلقائيًا بمجرد إن هي تمتص الضوء دوت، ومجرد الضوء اللي انا مسلطه على الماده دي اشيله، الومضه او الراديشن او الفيزابل راديشن ده اللي بيطلع يوقف. يبقى تاني الفلوريسنس، انا عندي ماده لما بتمتص ضوء جزء من الضوء ده اللي بتمتصه بتطلعه في شكل حراره، وجزء اخر من الضوء ده بتطلعه في شكل فيزابل راديشن. الفيزابل راديشن ده بسميه فلوريسنس، والماده اللي لها مقدره ان هي تعمل الظاهره او الفينومينا ديت بنقول عليها فلوريسنت سبستانسز، تمام. عاده في الفلوريسنس الماده اللي هي بتعمل فلوريسنس ديت بيبقى الومضه اللي بتعملها او الفلوريسنس اللي بتعمله او الفيزابل راديشن اللي بتعمله ده بيبقى لحظي انستنتينيس، تمام، وبيظهر بمجرد لما انت بتعرضه للضوء. وانس انت شلت مصدر الضوء اللي كان سبب فيه حدوث الفلوريسنس، تمام، الفلوريسنس ده بيقف، ما بيستمرش من غير الا بوجود اللايت سورس، تمام. طب ايه الفرق بقى بين الفلوريسنس والفوسفوريسنس؟ اهو الفوسفوريسنس نفس الفكره، برضه بعرض الماده بتاعتي للايت راديشن او سورس اوف لايت، تبدا تعمل ايميشن لفيزابل راديشن، ولكن كونتينيوسلي باستمرار، وده الفرق بينه وبين الفلوريسنس. الفلوريسنس كان انستنتينيوسلي، كان لحظي، تمام، لكن هنا في حاله الفوسفوريسنس بيبقى كونتينيوسلي، بيبقى مستمر حتى لو انا شلت اللايت سورس او كان عملت له حاجه اسمها كات اوف، وقفت اللايت سورس، هو ما زال عمال بيعمل ومضات او اشعاع لفيزابل راديشن، تمام. في الحاله بتاعتي ديت ان انا عرضت الماده
في حالة إن أنا عرضت المادة بتاعتي للايت سورس وهي ما زالت بتعمل ايميشن للراديشن حتى لو انا عملت لللايت سورس كات اوف او وقفته او شلته بشكل مستمر، في الحاله دي اقول عليها الظاهره فوسفوريسنس، والماده بتاعتي اقول عليها فوسفوريسنت سبستانسز. وعلى فكره الفوسفوريسنس ده شكل من اشكال الفلوريسنس بس ديليد، تمام؟ زي ما هنشوف دلوقتي بحاجه بسيطه. يعني هو بيبقى شكل من اشكال الفلوريسنس بس متاخر شويه، بياخد وقت اطول شويه. فبيقول احيانا على الفوسفوريسنس ان هو ديلايد فلوريسنس، تمام؟ اهو تعال نشوف كده بسرعه. ده طبعا الموضوع يعني اكبر من كده بكتير، بس احنا ايه بناخد القشور يعني. فانا الصوره دي بس جاست ان هي توضيح. اهو انا عندي بعرضه لمصدر ضوء فيحصل اكسايتيشن للالكترون دي من الجراوند ستيت للاكسايتد ستيت، تمام؟ بعد كده تنزل في حاله الفلوريسنس تنزل مباشره تاني للجراوند ستيت، فبتبقى لحظية على طول ما بتاخدش وقت. لكن في حالة الفوسفوريسنس بعد ما بيحصل لها توصل للإكسايتد ستيت توصل لمرحلة انتقالية اسمها تريبلت ستيت، تمام؟ تريبلت ستيت. وبعد كده ترجع تاني للجراوند ستيت. عشان كده بيعتبروا ده طبعا ده الفوسفوريسنس. عشان كده بيعتبروا الفوسفوريسنس هو شكل من أشكال الفلوريسنس بس ديليت شوية. تمام؟ بياخد وقت أطول شوية. عشان كده هو بيقول لك ان المواد اللي بتعمل الفلوريسنس بتحتاج ان هي تعمل ريمنت للراديشن بتاعها خلال من 10 تو ذا باور ماينس 6 ل 10 تو ذا باور ماينس 1 ثانيه من الابزوربشن، تمام؟ الماده الفلوريسنس بتعمل الفلوريسنس بتاعتي، تمام؟ من مجرد ما حصل الابزوربشن بتحتاج عشان تعمل الومضه بتاعتها ديت بتحتاج من حوالي من 10 تو ذا باور ماينس 6 الى 10 تو ذا باور ماينس 1 من الثانيه. لكن في حاله الفوسفوريسنس ده ديليد فلوريسنس، بياخد وقت اطول لانه هيعدي على التريبلت ستيت فياخد وقت اطول، فبيحتاج من 10 تو ذا باور ماينس 1 الى 20 ثانيه وممكن اطول من وقت الابزوربشن، تمام؟ طيب نيجي بقى للموضوع نقارنه. احنا كده قارناهم بين الفلوريسنس والفوسفوريسنس كحاجه ظاهريه كفينومينا. طب كحاجه انسترومنتال ايه الفرق ما بين اليوفي سبكتروسكوبي وما بين بقى الفلوريمتري اللي هو بيقيس الفلوريسنس والفوسفوريسنس، تمام؟ والاجهزه هنا يا جماعه انا بس حاططها للايضاح، تمام؟ مش هتلاقيها عندك في الكتاب، الكتاب العملي مش هتلاقيها، بس انا حاططها لك من باب الايضاح. فهنعمل موضوع مقارنه بقى انسترومنتال، تمام؟ ما بين الفلوريمتري اللي هو قد يقيس الفلوريمتري على فكره بيقيس الفلوريسنس والفوسفوريسنس، تمام؟ وبين اليو في سبكتروسكوب، تمام؟ واعتقد مش عارف مكتوبه في الكتاب الفلوريمتري مكتوبه ممكن غلط، صلحها اف ال يو او مش اف ال او يو، تمام؟ وار اي مش ار او، تمام؟ اعتقد قد تكون مكتوبه في الكتاب غلط على ما اذكر يعني، تمام؟ فلوريمتري تاني باكد ان الفلوريمتري بتقيس فلوريسنس وفوسفوريسنس. طيب اول حاجه احنا كده هناخد حاجات معينه او بوينتس معينه هنبدا نقارن عليها. في حاله اليو في سبكتروسكوبي، تمام، الديتكتور بيبقى موجود في زاويه 180 درجه بالنسبه للانسيدنت لايت، الضوء الساقط على الماده بتاعتي بيبقى الديتكتور بالنسبه لها في نفس الزاويه في نفس البلين، فبنقول عليها عند 180 درجه، تمام؟ بص على الشكل اهو، ادي الديتكتور اهو وادي زاويته بالنسبه لللايت على نفس ايه اتجاه اللايت، فبقى على زاويه 180، تمام؟ ده بالنسبه لمين؟ الديتكتور. طب نيجي في حاله الفلوريمتري، لا بيبقى موجود على زاويه قايمه بالنسبه للبلين بتاع الانسيدنت لايت. تعال نشوف كده في حاله اهو، في حاله الفلوريمتري مش على نفس المستوى بتاع الانسيدنت لايت ولكن على عكسه، يعني لو كان اللايت ماشي هوريزونتال هو فيرتيكال، تمام؟ فعلى زاويه عامل زاويه 90 درجه مع الانسيدنت لايت، تمام؟ الاشكال دي بس للايضاح عشان تفهمها. طيب نيجي بوينت ثانيه نقارن بينهم، السلكتيفيتي. اليو في سبكتروسكوبي مش سلكتيف، تمام؟ مش سلكتيف ما بيميزش، لكن الفلوريمتري بيبقى السلكتيفيتي بتاعته عاليه، تمام؟
لانه بيميز ما بين اللمضه بتاعه الايميشن واللمضه بتاعه الاكسايتيشن. تمام، يبقى يعيب اليو في سبكتروسكوبي ان هو مش سيلكتيف، ولكن الفلوريمتري السلكتيفيتي بتاعته عاليه. تمام، ليه؟ لان مش كل المواد عندها زي ما اتفقنا في الاول عندها مقدره ان هي تعمل لومينانس او تعمل فلوريسنس او فوسفوريسنس. تمام، فهو سيلكتيف. تمام، لكن اغلب المواد ممكن تقيس في اليو في فيزيبل رينج. تمام، لكن مش كل المواد تقيس في او تقدر تعمل لومينانس، تقدر تعمل فلوريسنس او تقدر تعمل فوسفوريسنس. تمام، الحاجه الثانيه يا جماعه، المواد اللي بتعمل فلوريسنس بيبقى ليها حاجه اسمها لامدا اوف اكسايتيشن ولامدا اوف ايميشن. لامدا اوف اكسايتيشن ولامدا اوف ايميشن، من خلال اللي احنا الفكره اللي لسه قايله في السلايد اللي فاتت، بيبقى في ضوء بيعمل اكسايتيشن قلنا للالكترون من الجراوند ستيت للاكسايتد ستيت. تمام، بعد كده بيحصل عمليه ريلاكسيشن، عمليه الريلاكسيشن ده ينتج عنه ايميشن. تمام، فكل ماده ليها اللمضه بتاعه الاكسايتيشن بتاعتها واللمضه بتاعه الايميشن اللي هي خاصه بيها هي، فده حاجه سبيسيفيك او بتزود السلكتيفيتي بتاعه الفلوريمتر. تمام، يعني حتى لو عندي مادتين ليهم نفس الاكسايتيشن، عاده مستحيل يكون الايميشن بتاعهم مختلف. تمام، فنظرا ان هو بيبقى فيه 2 لامدا ماكس على عكس اليو في، بيبقى فيه 2 لامدا ماكس في الفلوريمتري، واحده للاكسايتيشن الاول وواحده ثانيه للايميشن، فده بيزود السلكتيفيتي. ولو حصل ان بعض المركبات ليها نفس اللمضه بتاعت الاكسايتيشن، تمام، وده شيء وارد، مستحيل نتيجه لاختلاف طبيعه او نوعيه الماده ديت عن الثانيه يكون ليهم نفس اللمضه اوف ايميشن. تمام، فده طبعا بيزود السلكتيفيتي، بجانب ان زي ما قلنا في الاول ان مش كل المواد عندها مقدره ان هي تعمل لومينانس. تمام، طيب ناخد من البوينت الثالثه اللي هو حاجه اسمها المونوكروميتو. المونوكروميتو يا جماعه ده اوبتيكال كده ديفايس ليه مقدره ان هو ياخد الوايد باند ويف لينس، او نقولها بالعربي احسن، الحاجه الضوء اللي هو ليه متعدد الطول الموجي، ضوء متعدد الطول الموجي يحوله الى ضوء بسيط للطول الموجي، يعني حزمه ضوئيه لها اطوال موجيه كتيره يحولها الى حزمه ضوئيه لها اطوال موجيه اقل. نارو رينج، من وايد رينج ويف لينسز الى نارو رينج ويف لينسز. تمام، ففي حاله زي ما هنشوف كده في الايه الجهاز قدامنا اهو، في حاله اليو في سبكتروسكوبي، المونوكروميتر دوت يحول مثلا اليو في رينج، تمام، اللي هو متعدد الاطوال الموجيه، يحوله الى ضوء واحد اهو. عندي مونوكروميتر واحد بس يحول اللي هو الطيف الضوئي دوت اللي هو ليه اطوال موجيه مختلفه، يخليه طول موجي واحد. لو انا عندي بقيس في اليو في هيخليه طول موجي اللي هو من ايه؟ من 200 ل 400. لو كان من في الرينج بتاع الفيزيبل هيخليه في الرينج بتاع غالبا من 400 ل 800. فهو بيحول لي الطيف الضوئي اللي هو ليه اطوال موجيه كتيره رينج واسع قوي، يخليها لي ايه؟ الايه؟ رينج ضيق على حسب اللي انا عايزه. طيب في حاله الفلوريمتري قال لك نفس الكلام، عندك مونوكروميتر بس الصراحه هي مش واحده، هي اثنين. ده الاختلاف عن اليو في، ان هو عنده 2 مونوكروميتر مش مونوكروميتر واحد. واحد للاكسايتيشن يعمل سلكشن للويف لينس بتاعه الاكسايتيشن، ان قلنا كل ماده ليها اكسايتيشن ويف لينس معين خاصه بيها. تمام، واحده ثانيه تعمل تحدد الويف لينس بتاعه الايميشن. فعشان كده الفلوريمتري ما فيش فيه مونوكروميتر واحد، ولكن فيه 2 مونوكروميتر، واحد للاكسايتيشن اكسايتيشن مونوكروميتر، تمام اهو، واحد للايميشن مونوكروميتر. تمام، طبعا واحد بيبقى في حاله الفلوريمتري، المونوكروميتر بيبقى فيه واحد قبل الكيوفيت، لان هو لازم طبيعي حاجه لوجيك انا هعمل اكسايتيشن هعديه على السامبل الاول، فلازم اعمل سلكشن للويف لينس اللي هتعمل اكسايتيشن، فطبيعي ان هي تكون قبل الكيوفيت، واحده بعد الكيوفيت، وده حاجه منطقيه ان هو بعد ما يحصل اكسايتيشن يحصل ايميشن، فتكون الثانيه ديت بعد الكيوفيت.
تمام. طيب نيجي لاخر عنصر في المقارنه ما بين اليو في سبكتروسكوبي والفلوريمتري اللي هو السنسيتيفيتي. تمام السنسيتيفيتي مشكله في اليو في، ودي حقيقه احنا حتى بنشوفها لما بنيجي نقيس، ما اعرفش حتى انتوا لو اشتغلتوا على جهاز اليو في بتبقى محتاجه تركيزات معينه. تمام لو نزلت بالتركيز قليل قوي الجهاز ما بيقدرش يقراها. ليه؟ ليه؟ لو تتذكروا في الكيمياء التحليليه اخدت حاجه اسمها البيرز لامبرت لو، ان الابزوربرز بتتناسب طرديا مع حاجه اسمها اللايت باث لينس اللي هو المسار اللي بيمشي فيه الضوء. ففي حاله اليو في سبكتروسكوبي اللايت باث لينس ده بيبقى صغير، تمام، وبالتالي بتبقى الابزوربنس محتاجه تركيزات معقوله او ريزونبل شويه عشان يبدا الجهاز يقيسها. لو قلت عن تركيزات معينه للاسف الجهاز ما بيقدرش يقراها. تمام ليه؟ عشان نتيجه الباث لينس اللي هو بيعدي فيه بيبقى قصير. لكن في حاله الفلوريمتر العكس، الفلوريمتر على فكره حساس جدا للتركيزات، والعكس كمان وجدوا لما التركيز يعلى بيبقى فيه مشكله. ليه؟ نتيجه لتجمعات المركبات مع بعضها تيجي تمتص الضوء. انا عندي ماده بتعمل لومينانس، تيجي تمتص الضوء الطبيعي لو هو التركيز معقول تعمل اشعاع للضوء دوت ايميشن. لكن وجدوا ان لما بيبقى التركيز عالي قوي عن المفروض تكون عليه بيحصل ايه، حاجه اسمها فلوريسنس او فلوريمتري كوينشنج، حاجه اسمها الكوينشنج، سواء كان فلوريسنس او فوسفوريسنس حاجه بتحدث اسمها الكوينشنج، ان هو يمتص الضوء وما يطلعوش، ما يعملوش ايميشن نتيجه للكوندنسيشن، نتيجه لزياده التركيز او التركيز عالي، المركبات جنب بعضها قوي لازقه في بعضها قوي فهتمتص الضوء ولكن للاسف ما بتقدرش تعمل له ايميشن. فدي مشكله في الفلوريمتري، ان هو عكس اليو في سبكتروسكوبي مشكلته مش في التركيزات الواطيه ولكن مشكلته اكتر في التركيزات العاليه نتيجه عدم مقدرتها ان هي بعد ما تمتص الضوء ان هي تعمل له ايميشن، وحاجه اسمها بتعمل حاجه اسمها كوينشنج. تمام فدي مشكله الفلوريمتري مع التركيزات العاليه. تمام بس كده، ده الجزء بتاع اللومينانس. تاني موضوع ان شاء الله هنتكلم عليه اللي هو الثيامين هيدروكلورايد او فيتامين بي 1. تمام هنتكلم على الاساسي بتاعه. طبعا في حاجه اسمها الفروتال سيرب، طبعا ده الكيميكال ستراكشر بتاع الثيامين هيدروكلورايد، ان شاء الله برضه هنتكلم عليه بالتفصيل في الجزء بتاع الفيتامين ان شاء الله لو في عمر في سنه 5. تمام طبعا الكيميكال ستراكشر باين اهو، عندي ديت ثيازول رينج ودي بايوميدين رينج. تمام تعال كده ايه يعني ايه نفلل الاستراكشر شويه. تمام طيب في فانكشن جروب ايه، في طبعا هنا كواترنري امونيوم مويتي، تمام، وهنا في الكوليك فانكشن. طيب يبقى تعتقد مين اللي برايورتي؟ احنا زي ما قلنا في التسميه لازم ابص اول حاجه على مين، على الفانكشن جروب. طب مين اللي ليه برايورتي في التسميه؟ الفانكشن جروب اللي ليها اعلى، اللي ليها برايورتي اعلى اللي هو طبعا الالكول اكتر من الكواترنري امونيوم. تمام يبقى عندي البيرنت هيبقى اللي عليه فانكشن جروب اللي هو مين، اللي هو الثيازول، واي حاجه ثانيه هتبقى بريفكس. طيب نيجي نرقم كل هيتيرو سايكل. هنا عندي سلفر ونيتروجين، مين اللي ليها اولويه اكتر في الترقيم؟ احنا قلنا قبل كده وبنعيد ثاني، الاكسجين وبعد كده السلفر وبعد كده النيتروجين. فانا عندي هنا السلفر قبل النيتروجين فدي هتاخد واحد. طب امشي كده ولا امشي كده؟ هتقول لا طبعا امشي شمال عشان السبستيت، اقول لك لا يا ناصح، قلنا اللي ليها برايورتي قبل السبستيتوانت الهيتيرو اتوم، حتى لو هتمشي في اتجاه يدي السبستيتوانت رقم اكبر مش مشكله، اهم حاجه تدي الهيتيرو اتوم الاول الموجوده في رينج عندك رقم اقل، فهمشي اكيد يمين. تمام مش همشي شمال عشان ادي للان رقم اقل، فيبقى عندي 1 2 3 4 5. تمام تعالى للرينج الثانيه اللي هي البايوميدين، واللي قلنا هتبقى كبريفكس او كسبستيتوانت لانها مش هتبقى البيرنت عشان الفانكشن جروب اللي عليها كواترنري ليها اولويه اقل من الالكول. طيب هرقم يا اما من هنا يا من هنا، تعالى نشوف. لو رقمت من هنا هيبقى 1 2 3 عادي، الهيتيرو اتوم مفيش فيها مشكله هتاخد 1 و3، لكن السبستيتوانت هتاخد رقم ايه؟ ها تاخد رقم اكبر. تمام طب نمشي من هنا، يبقى عندي 1 2 3 الهيتيرو اتوم نفس الكلام مش هيبقى فيها مشكله، لكن هيبقى عندي هنا السبستيتوانت هتاخد رقم اقل. تمام يبقى عندي هنا 1 2 3 4 تمام 5،
دي لها اولويه ان هي تاخد رقم اقل عشان طبعا عليها فانكشن جروب. تمام، يعني انت لو مشيت كده هيبقى دوت عندك هنا واحد، عندك اتنين اربعة خمسة. طب لو مشيت كده يبقى عندك اتنين خمسة، يبقى عندك اتنين اربعة خمسة ولا اتنين خمسة ستة؟ لا طبعا اتنين اربعة خمسة، عشان كده همشي من هنا عند واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. تمام، ايه تاني في الاستراكشر؟ في ايه تاني؟ خلاص انا كده عندي سبستيتوانت مثلا على البايومدين في رقم اتنين واربعة، انا اسف لا اتنين اللي هو ميثايل، فاربعة اللي هو ايه؟ امونيوم. طيب ونيجي للسيازول، السيازول عندي سبستيتوانت في رقم اربعة اللي هو الميثايل وخمسة اللي هو ايه؟ هيدروكسي ايثايل. تمام، تعالى بقى نشوف النيم. يبقى عندي هنا كاب ريفكس في رقم ثلاثة اهو، كل الموتي ديت بريفكس، شبكة في رقم ثلاثة وافتح قوس كبير، اربعة امين، اتنين ميثايل، بايريميدين. طب البايريميدين شبكة من انهي مويتي مع البيرنت بتاعي من رقم خمسة؟ يبقى اقول بايريميدين 5Y ميثايل، ده الميثايل بريدج اهو ميثايل، واقفل القوس كده. انا خلصت كل المويتي اللي على اليمين ديت. امسك بقى في السبستيتوانت بتاعت البيرنت، عندي هنا هيدروكسي ايثايل بس في رقم كام؟ في رقم اتنين، الهيدروكسيل شبكة في رقم اتنين، يبقى اتنين هيدروكسي ايثايل بس على رقم كام بقى؟ كل الموتي دي على رقم خمسة، يبقى خمسة اتنين هيدروكسي ايثايل، اربعة ميثايل. بعد كده اقوم قايل البيرنت بتاعي اللي هو سايازول، بس هو عامل سولت مع الكلورايد لان عامله سولت مع الكلورايد. تمام، فاقول سايازوليوم كلورايد، سايازوليوم كلورايد، وهو كل المركب بيبقى عامل موجود في شكل سولت اللي هو HCl، فاقول سايازوليوم كلورايد هيدروكلورايد اللي هو ديت اللي هي ال HCl ديت. تمام، يعني الناس ما تتلخبطش ايه تقول لي احنا ليه هنا سمينا امينو، هي في الاصل ديت NH2 وهنا المركب كله شابك ايه في HCl. تمام، فدي صح ودي صح. طيب استخداماته، طبعا زي ما احنا عارفين الفيتامين بي 1 بيستخدم في النيورايتس، تمام، التهاب الاعصاب، وفي مرض مشهور جدا اللي هو البيري بيري. تمام، البيري بيري ده بيبقى فيه دامج في النيرفس سيستم وفي الهارت، وبيبقى عنده اكستريم ويكنس، يبقى عنده اكستريم ويكنس. تمام، بتبقى فيه حتى في انفنتايل وفي ادلت بيري بيري. تمام، طيب نيجي للاسيه بتاعت الثيامين هيدروكلورايد. الثيامين هيدروكلورايد او الفيتامين بي 1 ده وجدوا ان انا بعمل له اوكسيديشن، لما بعمل له اوكسيديشن ب ريجنت اسمه ان برومو ساكسينامايد اهو، ده مايلد اوكسيدايزنج ايجنت، ده اسمه ان برومو ساكسينامايد من الساكسينيك اسيد، ان برومو ساكسينامايد بيعمل ايه؟ ده مايلد اوكسيدايزنج ايجنت، بيعمل اوكسيديشن للفيتامين بي 1 ويحوله لماده اسمها الثايوكروم، ودي ماده ليها فلوريسنس، حولها الى ايه؟ ماده اسمها الثايوكروم. تمام، ودي ماده ليها فلوريسنس. تمام، فعشان كده ماده ليها فلوريسنس يبقى كده انا في دماغي على طول دايركت كده تلقائي ان كده المفروض عندي 2 لامدا ماكس، لامدا للاميشن او نمشي بترتيب احسن، لامدا للاكسايتيشن ولامدا للاميشن. تمام، الاكسايتيشن بتبقى 355 نانو متر والاميشن بتاعها بيبقى عند 415 نانو متر. واقيس بقى ايه؟ طبعا انا بظبط الجهاز بتاعي، اقول له ان الاكسايتيشن كذا والاميشن ايه كذا، وابدا اشوف او اقيس الابزوربنس. تمام، اهو البروسيدور بيقول لك ايه؟ طبعا باخد تخفيفه معينه او تركيز معين، باخد 1 مللي من الفروتال سيرب اللي هو فيه فيتامين بي 1، احطه في 25 فوليومتريك، واكمل الفوليوم بتاعي بيه ميه ميكس. بعد كده اخد 2 مللي احطها في فوليومتريك تاني 10 مللي، واحط عليها الايجنت بتاعي اللي هو ليه مايلد اوكسيدايزنج افكت اللي هو الان برومو ساكسينامايد، باخد منه 2 مللي. تمام، واكمل الفوليوم بتاعي بالايزو بروبانول، واعمل نفس الطريقه بالظبط بنفس التركيز بس الستاندرد. يعني اشوف هنا مثلا الفاينل كونسنتريشن اللي انا وصلت له دوت، مثلا هنفترض 0.2 مايكرو جرام بالمللي، احضر ستاندرد بنفس الطريقه
بحيث اوصل لتركيز 0.2 مثلا مايكرو جرام بالملي وحضره في نفس السولفنت يبقى بالظبط زي التست، واقيس الاثنين على الجهاز واسيبهم الاول طبعا ميكس، واسيبهم لمده سيبهم عند درجه حراره من 25 سيليزيوس لمده 30 دقيقه، وبعد كده ابدا اقيس الفلوريسنس. تمام، هيطلع لي كده الفلوريسنس بتاع التست والفلوريسنس بتاع الستاندرد. اقسم الفلوريسنس بتاع التست على الستاندرد طبعا هيديني برسنتج، تمام، اضربها في الليبلد اماونت هيديني الاكشوال اماونت، هيديني الاكشوال اماونت. تمام، ده بالنسبه لفيتامين بي 1. طيب ثالث حاجه ان شاء الله هنتكلم عليها اللي هو البوفيدون ايودين او الايودو بوفيدون. تمام، ده صح وده صح، اللي هو طبعا موجود في المستحضر الشهير اللي هو البيتا دين. طبعا الكيميكال ستراكشر بتاعه زي ما احنا شايفين ان هو عباره عن بوليمر من البايروليدينون. تمام، هو بالتحديد بايروليدين 2 اون، احنا عارفين حلقه خماسيه فيها نيتروجين فاقول عليها بايروليدين، فيها كربونيل شبكه مع كربونيل وفي رقم 2 طبعا لان التقييم هيبدا من الان، فيبقى عندي بايروليدون او بايروليدين 2 اون، بايروليدين 2 اون. تمام، طبعا شبكه في الايدايد او الايدين. تمام، هو ده طبعا مربط الفرس اللي على اساسه هنعمل اسيل، ان هو شبكه في ايدين. طبعا زي ما احنا عارفين بيستخدم كانتيسبتيك، بيبقى موجود في البيتادين سوليوشن كتركيز 10% ويت بير فوليوم. تركيز البوفيدون ايودين في مستحضرات البيتادين بتبقى تركيزها حوالي 10% ويت بير فوليوم، وقلنا قبل كده من الترم الاول ان ويت بير فوليوم يعني برسنت ويت بير فوليوم معناها ان كل 10 جرام محطوطه في 100 مللي من السولفنت بتاعي. 10% ويت بالفوليوم يعني معناها 10 جرام من البوفيدون ايودين محطوطه في 100 مللي من السولفنت بتاعي. تمام؟ طيب البرنسبل بتاع الاسيل زي ما قلنا عن طريق ان هو فيه ايودين، فعلى طول دايركت تايتريشن ان انا هفعله مع الطريقه الشهيره اللي احنا خلاص قلناها قبل كده اللي هي الايودومتري، ان انا بعمل دايركت تايتريشن بصوديوم ثايوسلفيت. تمام؟ وفي اخر لما اوصل قبل الاخر التايتريشن لما اوصل للون بتاع الاسترو يلو ابدا احط الاسترش. تمام، هيدي لون ازرق نتيجه لوجود الايودين تريسز، اكمل تايتريشن لحد ما اوصل للون بتاع اللي هو الكلرلس. تمام، الرياكشن او التفاعل اللي احنا قلناه كذا مره اهوت ان 1 مول من الايودين هيتفاعل مع 2 مول من الصوديوم ثايوسلفيت عشان يديني صوديوم ايدايد وصوديوم تترا ثايوني. تمام، وهنا الفاكتور هيطلع معاك 0.01269 جرام من الايودين. اقسم اضرب او هديني احسبها، يعني هتضرب الموليكولار ويت بتاع الايودين يعني 127 في 2 تمام تقريبا في ال ان على 10 دي معناها 0.1 صح؟ ان على 10 دي كانها بالظبط يعني 1 على 10 يعني كانها 0.1 نورمال، يبقى هضرب في 0.1 نورمال تمام اللي هو بتاع التايتن. تعالى المولر ريشيو خلاص قلناها قبل كده ان دايما كل مول من الايودين بيحتاج 2 مول من الصوديوم ثايوسلفيت، يبقى عندي هنا 2 في 1000. ال 10 اللي انت شايفينها تحت في المقام تحت ده بتاع الايه ال ان على 10 بتاعت الصوديوم ثايوسلفيت، محدش يتلخبط. تمام، فهي كاني بضرب الميكرو ويت في 0.1 على 2 في 1000. تمام، ال 10 اللي تحت دي بتاعت ال 0.1 بتاعت الصوديوم ثايو 0.1 نورمال بتاعت الصوديوم ثايوسلفيت. تمام، طبعا البروسيديو بتاعتي طبعا هاخد 10 مللي من البيتادين سوليوشن احطها في 250 مللي فلومتريك او ميجرنج فلاسك. تمام، اكمل. تمام، وبعد كده باخد بعمل دايلوشن 25 مللي احطها في ستوبرد كونيكال فلاسك. تمام، احط 10 مللي من الاتش سي ال لان انا بحتاج قبل كده اسيدك ميديا في الايدومتري، واعمل تايتيشن بتاعي العادي ب 0.1 نورمال صوديوم ثايوسلفيت واخد الستوبرد.